ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم السمين، وهنعمل الممبار والكرشه الحلويات، وهنشوف بيتعمل ازاي. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الفيديو. هبدا معاكم باول حاجه، هبدا بالممبار. نعمل التسبيكه بتاعته، هي نفس تسبيكه المحشي، ما فيهاش اي حاجه جديده. احنا هنقطع البصل في الكبة وهنفرمه، وهنحطه بقى يدبل معانا كده ويبقى كويس. وهوريكم خطوة بخطوة، وهوريكم بتاع سلق الكرشة تسلقوها ازاي، وازاي تسلقوا الممبار وكده. وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة، هرجع لكم تاني. والبصلة خلاص جهزت معايا، انا بقى احط الطماطم. لما تيجي تضربي الطماطم تفرميها، حطيلها حبه سكر تبقى طعمها حلو قوي. وانا كده هكمل بقيه القوطه، وهرجع لكم تاني بقى اعمل لكم الكرشه والممبار والطحان، وهوريكم الطحان بيتعمل ازاي. واحنا هنا اهوت معانا الكرشه، انا حمادي نضفتها لي وغسلتها لي اهو. احنا هنقطعها اهي، ودي الفشه انا هقطعها واوريكم انا بسلقها ازاي من غير ميه اهي. وده الممبار، نضف حماته نضفته لي برضو اهو. هنقطعه وهنحشيه، وانا هنا معانا اهو الطحال اهو، انا جايبه طحال اهو، هوريلكوا بيتسلق ازاي. وخلي بالكوا عشان لو اتفتح هيبوظ وهيبهدل الدنيا، لو اتخرم بسكينه او اتقطع او اي حد عمله بضفره او اي حاجه. لازم هشيله واحطه في الميه وهوريه لكم. وهنا الميه اهي، وانا حاطه حله الكرشه اهي، انا هسيبها تسخن وهحط الكرشه بعد ما اقطعها، ومش هحطها في ميه، انا بسلقها من غير ميه. وهنا اهي ميه الطحان اهي، انا حاطه لها بصله وقطايه، وحاطه لها حبان ورق لوري، وحط لها ملح واظبط عشان يبقى طعمه كويس وحال. واحنا هنوريكم بقى، ومش معايا خطوه بخطوه، وخليكم معايا لاخر الفيديو. وانا بقى سخنت الحله وهحط الكرشه، انا قطعت الكرشه اهو، قطعت الكرشه والفشه اهو، قطعتهم وانا بقى احطهم دلوقتي اهوت في الحله. حله سخنه ما فيهاش ميه، انا حاطه لها ميه اهو، بعد ما الكرشه تتشوح معايا في الحله هروح ادلق عليها ميه سخنه. تنزل ميتها، نسيبها تنزل ميتها، وبعدين نحط لها وتنشف، نروح حاطين لها احنا ميه سخنه. احنا قطعنا الفشه اهو، قطعت الفشه برضو حطها معاها. اتفرجوا على الفيديو بجد هتستفيدوا منه ان شاء الله. واحنا كده هنسيبها، مش هعمل فيها اي حاجه، نزل ميتها وتشربها تاني. وهنحط معاها بقى عاديين البقدونس وعاديين الكزبره، بجد هتديها ريحه جميله وهتديها طعم جميل، وهتشوفوها جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما بتطلعلهاش اي ريحه زفره، بتطلع لها ريحه جميله جدا
ومن كتر حلاوتها ان شاء الله تشرب الشوربه بتاعتها. واحنا بقى الميه هتغلي اهي، ميه الطحان اهي هتغلي، وبعدين احط معاكم الطحان اهو زي ما قلنا اهو. خلي بالكم يتفتح او يتقطع او تحصل له اي حاجه، ده بيسلي وبعدين بيتقطع زي الكبده ويتعمل بسمين. وانا الكرشه هتغلي معايا وهرجع لكم تاني. وانا هنا اهوت بخلطه الممبار، وانا حاطه لي هنا اهو الملح والكمون والفلفل والمحسن، انا بحبش احط حاجه اكتر من كده اهو. هو الفيديو طويل معلش استحملوني، الفيديو طويل شويه بس بجد هتستفادوا منه وجميل جدا. اما ديش اعمل لكم الممبار لوحده والكرشه لوحديها، حبيت اعمل لكم فيديو على بعضه اهو. وهنا اهوت الطحان اهي، الميه غليت. خدوا بالكم اهم حاجه يتخرم منكم، عشان لو اتخرم منكم هيبوظ، لو اتفتح جت عليه سكينه ولا ضفركم خرم ولا اي حاجه هيبوظ. اهو الطحان اهو، شيله حطه في الميه كده اهو على بعض، وسيبيه بقى مع نفسه كده لحد ما يستوي، ولا تحطي فيه سكينه تجربي ولا اي حاجه، سيبيه لحد ما يستوي. بصوا هو كش ازاي، اول ما تحطيه كش سيبيه بقى يغلي مع نفسه، تغطي عليه سيبيه بقى يغلي مع نفسه، اما نشيله ويستوي هوريه لكم برده. واحنا هنا اهو الكرشه اهي نزلت ميتها، وانا بقى بحب احط لها الحمص ده، حمص الكشري بجد جربوه احسن من الحمص اللي هو بتاع الطبيخ، وبيديها طعم جميل قوي للكرشه والله، تحب تاكلها وهي كده مسلوقه كده اهو. بس اول ما بتتشوح وبتنزل ميتها تروح حاطين الحمص. بصوا بتنزل ميه قد ايه، بصوا الميه بتنزل ميه قد ايه، في بقى معانا معلقه سكر، معلقه السكر دي تخليها تستوي على طول وبتديها طعم حلو برضو. معلش الفيديو هيبقى طويل عليكم عشان انا بعمل كذا حاجه مع بعض، عشان اوريكم حاجه حاجه. وهنا معانا اهو الطحان اهو، اهو طحال طحال اهو بيستوي. انا حطيت له ملح وحطيت له فلفل اسمر بس، وهيستوي معانا وبيطلع. بصوا اهو نشف ازاي، بعد ما بيستوي بيطلع بيتقطع زي الكبده شرايح كده اهو، وبيتحط على السمين، ممكن تحطيه في الصلصه مع الكرشه عادي، بقى طعمه جميل برده. احنا نمشي خطوه بخطوه، ومعلش استحملين اخر الفيديو. وانا هنا برجع تلكو اهو، وانا هحط الرز على التسبيكه، انا ثبتها اوريها لكم اهي، انا ثبتها اهو شلت منها، لو احتجت هحط. انا عامله 2.5 كيلو سجق ممبار يعني على 3 كيلو رز، ولو احتاجنا هنحط تاني، انا شايله حاجات يعني.
اهو الخضرة. احنا بقى نعين شوية عشان لو احتاجناهم، وهعين شوية للاطفال، الممبار بتاع الاطفال عشان ما بياكلوش شطة. وانا بقى بحب ايه بعد ما بحط الرز بروح حاطة حبة ملح كده عشان ابقى الدلع. وكمان انت هتسلقيه في مية، فكل حاجته هتنزل في المية، فانت لازم تظبطي الملح بتاعه وتظبطي الشوربة اللي هتسلقيه فيها. وهحط كمون، كمون هيديله ريحة، ما تحطيه على الرز كده اهو، بيديله ريحة جميلة. والمحسن على الرز، اللي يعرف المحسن هيعرف اللي هو بيبقى طعمه جميل قوي بالرز. وانا حاطه شطه في التسبيكه، احنا لازم نخليه احمر عشان لو خليناه ابيض بيدي كده مفهوش صلصه هينزل حاجته في الميه وهيبقى ابيض خالص، فاحنا عايزينه محمر علشان لما يتسلق يبقى محمري برضو ما يبقاش ابيض. وانا عشان ما اطولش عليكم هقلبه وهرجع لكم تاني. وانا قلبت الرز اهو تسبيكه، هو احمر والله، بس مش عارفه هو جاي في الكاميرا ما بيدي شويه ليه، بس هو احمر وجميل. حطيت له حبه زيت. يلا بينا بقى نحشي السجق. واحنا انا بحشي الممبار وادي اهوت الممبار، مش عارفه هو كبير كده ليه في الكاميرا، هو كبير كده ليه. احنا غسلته وقلبته الناحية التانية، واحنا بنحشيه اهو، هوريه لكم بقى وهو بيستوي. كرشة اهي دخلت معايا في السوا اهي، معلش عشان البخار. بجد ريحتها تحفة والله، وطعمها يبقى جميل 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 والله، ده تتاكل نية كده من ريحتها، وطعم الشوربة بتاعتها جميلة، ولا زفرة ولا تطلع ريحة زفرة ولا الكلام ده. البقدونس مع كزبرة خضراء تحطيهم قاعدين وقاعدين كده حبة وحبة يعني، وتحطي بقى الحمص ده بعد ما تنزل ميتها، وتحطيها من غير مية في الأول زي ما اتفقنا. هي خلاص اهي قربت دخلت في السوا اهي، سيبها برضو كمان شوية. والطحالة اهو، ويعتبر ان هقفل عليه دلوقتي عشان خلاص استوى، ان هي تنست معايا وهو استوى اهو اهو. بس خلي بالك علشان لو اتخرم وانتي بتحطيه في المية هيبوظ وهيفضي وخلاص مش نفع تاني اهو، عشان بيبقى جواه كله دم، فلو اتخرم خرم صغير بضفرك او بسكينة هيفضي ده كله في المية وهيبوظ. وانا هخلص كده وهرجع لكم تاني. وادي حلة الممبار، المية بتاعت الممبار السليق اهي، وانا بقى هخلص وهرجع لكم تاني. وانا رجعت لكم اهو، وهحط السجق في الميه. الميه انا حاطه لها زي الشوربه بالظبط، طماطم وبصل وحبهان ورق لوري. وانتي اهو السجقه كنت بحشيها، هتمسكيها كده اهو، بصي هي اهو هتتني البوز على البوز كده اهو، هتحطي كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، امسكها كده اهو، حطي كده. معلش بقى الفيديو هيبقى طويل عليكم، انا كنت بحب اقصر الفيديو، بس في حد كده بعتلي احنا بنبقى عايزين نشوف كل حاجه بالتفاصيل، فانا حبيت بقى اصور لكم كل حاجه بالتفاصيل وامشي معاكم واحده واحده. كده اهو اهو، وبعدين هنحط له فلفل اسمر، وهنحط له برده ايه فلفل اسمر وملح، واهم حاجه تظبطوا الملح عشان ما يبقاش دلع. ظبطوا الملح فيه في السجق
في المنبر تظبطوا الملح وفي الميه تظبطوا الملح. وانا هخلص وارجع لكم تاني. وانا هنا حطيت السجق في الميه، حطيت له التوابل اللي انتوا شايفينها على الوش دي اهو. وانا طلعت الطحال اهو، طلعته من الميه اهو زي ما انتوا شايفينه كده. انا بقى هبدا اللي انا اقطعه، واقطعه شرايح واوريكم انا بقطعه برضو. وهشيل القشر اللي فيه دي، القشر ده انا شلت النص لحد ده كله، بس الحته دي ما شلتهاش، انا هشيلها دلوقتي معايا. وانا هنا بقى انا سويت الطحال اهو، طلعته برد معايا. وهنا الكرشة طلعتها برضو بردت اهي. بصوا الفشة بقت عاملة ازاي، طعمها جميل والله. انتي ممكن الطحال ده تقطعيه شرايح كده وتحمريه، وممكن تحطيه مع الفشة في التسبيكة، وممكن تحطيه على السمين اهو. تعالي كده اهو اهو، انا بقى هقطعه كده اهو. وانا هعمل اللي عايز اعمل بسمين اهو اهو، اربع ارباع كده اهو. انا هقطعه كده واحطه على السمين هنا اهو. الكرشة انا هطلع برضو الكرشة اللي هعمل بيها اهو، بس الكرشة اهو هعمل ده كله سمين. هاخد نص اعمله سمين ونص هحطه في التسبيكة هقطعه، اللي هحطه في اللي هعمله سمين هقطعه شوية، اقطعه نصين كده يعني، حتة هقطعها نصين. لكن اللي هحطها في بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هحطها في التسبيكة هحطها الحتة كده زي ما هي زي كده اهو. والحمص ده هضيفه في قلب التسبيكة. وانا هنا اهو انا عينة حبة التسبيكة دولت من تسبيكة الممبار، بس قبل ما تبلها انت منها حبة كنت عاملة حسابها يعني. وهنا اهو بصوا بقى حط بقى الحمص مع الكرشه كده، هي الكرشه مستويه وجميله والحمص مستوي، هو يا دوبك غاليه واحده بس مع الصلصه كده وخلاص. وهنقفل عليه. بصوا بقى ده كله بقى بصوا كده، والله طعمها تحفه. الحمص بقى كده مع التسبيكه هفضيهم وهرجع لكم تاني. وانا بقى اتبلها بحبه فلفل اسمر مش كتير يعني، وبعدين احط لها الملح. هنحط لها بقى نبعة مية صغيرة، حبة مية صغيرين كده. هنسيبها بقى تاخد غلوتين كده وبعدين هنقفل عليه. وانا هنا طلعت الممبار اهو، سلقته وطلعت الممبار اهو، ما شاء الله الراجل مدهولنا كبير قوي اهو. سلق وطعمه جميل جدا. احنا اهوت حاطين البصله، انا حاطه البصله اهو اللي انا هعملها بالسمين. انا بحب البصل في زياده شويه سمين. وانا حاطه ليا اهو مقطعه ليا
انا حطيت حته سمنه بلدي الاول على البصل ومقطعه ليا اهي، احطها هتقبل وارجع لكم تاني احط معاكم السمين. وانا هنا اهو احط السمين اهو، انا قطعته اهو، تحط له فلفل بس انا مش هحط له دلوقتي، هعمل شويه للاولاد الاول وبعدين هروح احط له كام قرن فلفل كده، او ممكن كمان ما احطش فلفل هشوف لسه. احنا كده هنسيبه بقى، وانا دلوقتي هحمر اهو. ده بتاع الاولاد، احمرهم الاول علشان الزيت ما مطرح الشطه وكده، فاحمر دول الاول. هقلب السمين كده شوية وهحمر هرجع لك تاني. وانا هنا اهوت قليت الممبار في حبة يعني لسه هقليهم، وقليت معاك اهو دولت اهو في الطاسة اهو بقلي. وانا خلصت كده السمين قفلت عليه هناك اهو، وخلصت الكرشة وهغرف الاكل بقى وهرجع لكم تاني. وانا هنا اهوت كرشة خلصت معايا اهي، جميلة طعمها جميل والله بجد بجد جميلة. الحمص ده حلو قوي، وادي السمين اهو اهو، السمين جميل طعمه جميل اهو. سجق قادر اقول لكم بقى على حلاوته اهو. سامر بيقول يقولي ممبار ممبار اهو، طعمه جميل طعمه حلو جدا. خد يا سمين بس مش فارق عليا، امسك بألف هنا وشفا. قبل الفيديو يكون عجبكم استنوا مبلغ وتعملوا لي اشتراك ولايك للقناه، ويا رب القناه تعجبكم. معلش لو كان الفيديو طويل عليكم، بس عشان كنت بعمل لكم الاصناف كلها مع بعض، معرفتش اعمل لكم حاجه وحاجه وكل حاجه فيديو متجمع لكم مع بعض كده. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.